يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأئمة في رمضان في دعاء القنوت في معرض الثناء على الله يقول: يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون، ويا من لا تواري سماء منه سماء، إلى آخر ما يقول، فهل هذا جائز؟ لا، هذا من التكلف في الدعاء ومن السجع المذموم، ويتجنب مثل هذه الألفاظ. نعم. وهل هذا يخالف ما تعلمناه في كتب العقائد أن أهل السنة نفيهم مجمل وليس مفصل؟ نعم، هو كذلك، هذا أيضا نفي مفصل، وهو خلاف الكتاب والسنة اللي فيهم النفي المجمل. الحاصل أن هذا دعاء غير مشروع، هذا تكلف سجع وهو غير مشروع ولا دليل عليه. نعم، مخالف للأدعية الواردة في الكتاب والسنة. نعم.